صعد المنتخب الألماني إلى المركز الثاني مجددا في التصنيف العالمي الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم. استدعى ديديه دوشام مدرب المنتخب الفرنسي اللاعبين لسانا ديارا ومادو ساكوم مجددا إلى قائمة المنتخب الأول لكرة القدم. قرر الاتحاد الإنجليزي عدم اتخاذ أي عقوبة انضباطية ضد جوزيه مورينيو بتوجيه كلام مسيء لطبيبة الفريق السابقة وزميلها.